اوف 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 ابوك البشرية الحين ذولي كلهم مواصلين ينتظرون صلاة الجمعة. هلا يبون الجمعة يا ابن الحلال، لو انها ببلاش ذا الاكل ما صفيت سرع. تلعب بلوت انت، اسمه لاين مو بسرع. يا ابوي لاين ولا طابور ما يهم، انا ميت جوع. يا عيال خلوني نمشي اقرب فول وفلافل زي اللوم. فاهمني شوكوش، يلا مشينا بوصلك معي بعد. فلافل خذوني معاكم. يلا فلافل يقلع ام جو القولون يا شيخ. ما عليك منهم، اتحداك اللاين البطل الله يسموي. بعد ما افتتح العروبه راحت على خريص الزحمات. مبسوط على التحويل يا ورع؟ مو بتحويل يا سبك، هذا تنبيه احلى من التحويل. تشيك ان سوارم، في احد معنا هنا باللاين ضايفني وضايفه. وانا اقول ليش الناس كاشخه وفلا امها؟ اثرهم جايين هنا يتعرفون على بعض. ايش تحس بدل جايين يشوفون ثوبك البني انت وجهك؟ ايه لا تغلط، لا تغلط، لا افلم بك الان باللاين. سم شوف عامر عم. هذه هي. ايه صح نفس الصورة، بس الفلاتر مسوية شغل هنا على الطبيعة نص مقشع. ما تلاحظين شيء؟ كان اللاين أطول من الأسبوع الماضي. ايه المحل كل يوم عن اللي قبله قاعد ينشهر. ايه ما شاء الله، وش جربتي عندهم غير الحلومي؟ مرة يعجبني سكرامبلد اكس عندهم. لعب، عرف كيف يفتح معها موضوع. اوله ياسر افتح المنيو من جوالك خلنا ذاكر، ترى دخلنا عند المحاسب، ابى اطلب حليب عدني وافشلك. ومن قال لك ما عندهم عدني؟ عندهم بس يسمونه ماتشا. ماتشا الله تبارك الله، حتى عدني عندهم. هذول الى الحين صافين سنة. بلا تعالوا تعالوا جلس عليهم. بناكل معاهم مرة ثانية. يا اخوي انت ما شبعت الى الحين. ايش فيك انت؟ انا في الحقيقة نباتي. أول مرة أشوف ولد نباتي، وأنت؟ أنا أكلتي المفضلة الكيتو. الكيتو نظام غذائي الله يصلحك. اسكت فشلت إن الله يصلحك. ليش أنا قلتها غلط؟ تراني سارقها منك. شكلك مالك بالأمور ذي. أدري يا أختي أدري، بس حبيت أضيف جو مرح، يقطع وقت الانتظار، الله يطويل. الله يسعدك ضحكتنا. ترى أنا دائما أضحك العيال بالاستراحة، وين محلقة شعرس؟ عند الحلاق. حسب عند الكوفير. هلا والله بالكشير البطلة، اتحداك يا كشخة. ويلكم يا اهلا وسهلا، وش تحبوا تطلبون؟ وش البستيلر عندكم؟ يقلع ام المراحل الصعبة، وش ذا الكلمة بعد؟ انت خلك ساكت، خلك جنبي وكل شيء بيضبط. متوفر عندنا فلاورد انجلش اكس ولاك جري فلافيل بصوص الرمان الاستوائي. رمان وفلافل؟ وش هالمعدة اللي تتهضمه؟ وسبيشل وايت شكشوكة واشهر طبق اكسكلوزيف كبدة. كبدة؟ خلاص اعطينا من كل طبق قلتيه واحد. تامر همك تقول الفلافل تجيب القلون والان طالب فلافل. هذيك الفلافل هذه لاكجري فلافيل. فلافيل تعرفها انت؟ اي والله جديد تنعلي. حسابكم 300 ريال. وراه 300 فطور. طيبين ربع تعيش حنا. وصادق شكل المحاسبين عن السرة كلها، اقصد اللاين. اللاين خل الموضوع علي. من صاحبة السيارة اللي مقفل على الجيب؟ سراك ان رايت السيارة بنت. اكيد بنت، سيارة صينية وكلها حكات، واضح انها حقت بنت. ايوه سيارتي وما راح اطلعها، انا في اللاين من العصر وبالاخير يجي خويك يخليني اعيدها، خليه ينتظر. سلامات من العصر هنا، رايحين استاد الملك فهد. بايخ. يوف شوفي اخوك عامر جا جا. واضح انك تشترين. ما شاء الله تبارك الله، منورة ام اللاين، وش عندس؟ هذا اللي تعبان ميت نوم، وش جابك؟ انت اللي وش جايبت في الاماكن ذي؟ انا جاية كوفي زي غيري. ايوه اعرفها ذي، نغمة تشيكن. تشيكن ولا لحمة؟ اسمه تشيك ان يا متخلف. ما بشغلي، تشيكن تشيك تبن، المهم انه في واحد من اللستة وصل هنا، اعرفها الحركات ذي. يلا انت قدامي للبيت، ما تقعدين بسيرة هنا، وانت يلا دزيها للبديع وادعي دعاء السفر. يلا امشي. لا تناظرين، امشي. شكن قال امشي. انقلعي انت. شكلهم يحرجون على بعير. يا غبي، دي ناقة، ما هي بعير. هي بالله صدقت. اشهد بالله انك راعي نظر. هذه ناقة ما هي بعير. يهوه والله انا تافهم يا كفته، ما شاء الله عليك.
ايوه انا عندي فراسه بالحيوانات. 600 خلونا نقرب منهم. 600 700 700 او 50 800 او 50 مليون. كمل عادي كمل. كمل عادي كمل. زود مية عادي. مالي دخل فيك. والله العظيم يا أخي. يلا هلقم مسوي فيها تلعب فيفا. أحد عنده زود خلصتم. من اللي أخذ الناقة؟ عامر. وبكم أخذها؟ مليون. آه يا أبو معجباه، أنا من السنة اللي طافت بايعها يوم الديون حدثني، والحين اليوم أنا جاي عشان استردها ورجعها. أقول راحت المليونين. يدي طب يدي شوي يدي عورت. أجل غرابة. 3 مليون. 4 ملايين. طب يدي فك يدي عورت. 5 كل 5. مبروك مبروك الخمسة مليون يا عامر. سدد المليون واربعة مليون حلال عليك. ها نتوجه، ها نطلع. الفائز بالمركز الأول أمجال عادل عامر بن علي. اليوم معي صاحب الانجازات والنواميس، صاحب النظرة الخارقة الحارقة بمجلعة ضد القرق والحلا الأول، وقفة بمنقية أبو قبلان. هلا والله وسهلا. الله حيا. أرحب أرحب. وشام التخطيط والخطط؟ أنا ما خططت وأنا أخوك، إحنا طالعين نكشة بالصياد أنا والربع، تمام؟ وجدت بفضل الله، الحمد لله والشكر لله، أخذنا المركز الأول. وش ذا الثقة يا عمر؟ يا ابن حلال، أنا راعي شناح، راعي الظهير، راعي الضمير، راعي الرب وهسلي. يا وش كذا يا عم؟ امزح معك امزح، انا راعي مخرشوف يا ولد. ثقة عفو عليك. وش تواعد جماهيرك؟ اواعدهم بشتات، اواعدهم بالمنقيات، اواعدهم بالفردي، هم يختارون ولا لا يا عيال؟ وين يتحدى؟ وين تلقى الثقة؟ انشر السناب ذا في كل مكان، شيروا شيروا. وافي يا قلن. عفو عليك. خالك نخبة النخبة يا عامر. مشكور يا عرين. والله وسطرع منقيات ود عمي عز يا ملال عز يا مهبول. عفو عليك انت يا صالح، من اليوم ورايح وكيلي. لا لا وقف 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 وقف. وش ذا يعني؟ شلون يعني عشان ولد عمك جاي تحط وكيل؟ ايه عشان ولد عمي. عندك شيء؟ لا تخاف يا تركي، انت ابو احطك مسؤول عن العلاقات العامه، مسؤول عن الشعر والاحتفالات. بيض الله وجهك. لا يا شيخ، وانا تبي ادزها الاستراحه. عفو عليك انت خوي يا ابوي، انت مسؤول عن السناب والمواكب، ابيك تشتري لي جي كلاس وشاص وجيب لكسس. اوكي ابشر بها. اي يا ابويا انا ايش مهمتي يا ابو خربوش؟ اقول الله يخلف، بس اسمها ام خرشوف، لا يسمعك عريج ويدور لك. انت مسؤول التغذيه والتعليف، وانت كفته راعي نظر زي ما قلنا لك. انت نصاب شغلتنا راعي نظر ولا شفنا منك ولا ريال. أنا نصاب يا تبابي. إيه لحظة، لا انتبه انتبه، تغلط على الشيخ عامر. انتبه أنت حرامي، المفروض تعطينا 1000 ريال لأنه أنا اللي اخترت المفروض. أقول ليتك جبت صامولي. دزها دزها الاستراحة كعابي، ما نحتاجك. يلا هين الوعد قدامي عامر. أقول انقلع يا الدرثوم انقلع. الكشتة هالمرة ما راح تكون نفس كشتاتكم اللي متعودين عليها، يعني تكون مودرن وتناسبنا احنا البنات. يعني مو بلازم تراب وبهذلة وقرف زي اشكالكم اخر مرة. كنا تسب يا عيال. لا لا تمشى، ودها تشارك بس. اقول
لا تنسينا الزعفران اللي فوق راسس تحتاجه بالكشتة. اه وراك انت ما تضحك. لا اي عادية بس حبيت اشارك يعني. تفضل. يا سخفك. المهم من بكرة بنبدا تجهيز وبنروح نشتري فروات الكشتة. انت اطلعي من المنقد اول شيء بعدين روح اشتري الفروة. ورا ما ضحكت الحين. ما ادري مضحك؟ ايه. هذه حلوة والله؟ يلا. اقول خفوا علينا يا طقم الفناجيل. ايه ابو حمود متى تفك الجبس؟ ما تشوف شر ما تشوف شر. جبها امشوا امشوا. يا سخفكم بس. اسمعوا بنات، عندي حساب في الانستغرام يبيع فروات تهبل. شوفوا يا بنات، انا اعرف لكم واحد في الثميري يبيع فروات ستايل نسائيه رهيبه، بكلمه لكم يسوي لكم ديسكاونت. يا ولد لا يكون غلطانين بالمحل، محل عبايات ذا ولا فروات؟ مشكلة يا عامر، نفس التصاميم بس فرق القماش من جوا. الله خير خير، واخري انا اخترتها قبلك، ليش تقلدين؟ خير وش اللي اقلد؟ سبحان الله، اول ما حطيت يدي عليها قلتي الله ابي زيها. خلاص يا بزر انت وياه اهجدوا لا اكفن كل واحدة منكم بفروتها. خلاص اختار لون ثاني انتي. ما ابي، مسكت معي ذا اللون وانا ماني مختارة الا ذا اللون. يلا وش عندك وش بتسوين؟ بنات ترى الموضوع مره بسيط، خذي فروتين من نفس اللون كل واحده منكم تاخذ لونين وبس وانتهى الموضوع، ونسقوا مع بعض الطاعه الثانيه. يقلع ام الهوجه الخايسه، متهاوشين عشان لون فروه؟ قصدك يقلع ام المصاريف. تدري ان فروتي ذي شريها لي ابوي من عند المسجد من يوم انا بالمتوسطه ولا الحين ما غيرتها؟ عشان كذا ريحتها غنم. هي اصليه، مش عرفك انت. وايش رايكم في الفتى النشيط عموري؟ ها كيف ظبطتش ولا ما ظبطتش يما؟ هذه اغراضك كلها جايبها من البقاله. وش ذا؟ ليش ما قلتولي؟ في اغراض كنت ابيها. حتى انا في اغراض كنت ابيها. لا يا شيخ، وش تبيني اسوي؟ اخذ ميكروفون واقعد ادور بالبيت واقول من يبي بقاله؟ من يبي بقاله؟ راجع على البقاله، ماني براجع، مشكلتك انت وياها. خلاص لا طلع بعدين يجيبها لكم. ماما صابون معاين خلص. البقاله فيك فيك. روح للبقاله ويرسلون طلباتهم على الجوال. اي بس توني جايبه. والله لا وينك جاي من القصيم. البقالة باخر الشارع. يلا روح لمها انزلع. سم سم. هلو. أبوك يا النكبة، وش أسوي الحين؟ خير إن شاء الله؟ غبي أعمى ما تشوف؟ آسف طال عمرك ما انتبهت. تصدم سيارات خلق الله وتقول ما انتبهت؟ وين أصرف هذي ها؟ وين أصرفها قل لي؟ أنا أصرفها، خليها علي، عسل على قلبي. مسموح ما جنينك، اسعدها من فرصة يوم صدمتني. أنا أسعد بس ما عندي تأمين. ما بي منك شيء، ما بي منك شيء. لو تروح سيارة تعالي. أكيد ما تبي شيء، يعني أدزها. دزها ويا جعلها دزة السلامة. دزها. طيب.
دكتور بالسلام. الله يحفظك يا روحي. أغراض أغراض وآخرتها شبسات وحلاوة. مو بشغلك، أهم شي جبت المفرحات اللي أبغاها. كنت نسيت شي زي العادة بس. أقول أهدى أهدى، ترى الأخلاق سوح. الله يعافيك يا عامر، تعبناك معنا. شكراً يا عامر. وشو عليه شكراً وتعبناك وتعبناك؟ هذه لا شغل ولا مشغلة، والبقالة هذه هي براس الشارع. وراك علي يبا، أنا وش سويت؟ قطاوة أنتم. هد يبا هد. يا عمري يا عموري. أم عاد عموري، آخر مرة قلتها لي بثاني ابتدائي، لكن أنت صاحب اللقب، لك فضل علي. كلي لك يا عموري. عوعو حبيبي، ودك أسوي لك الجريش اللي تحبه. عموري يجي يما، بس عوعو ما تجي أبد. شبعت شبعت أحاسيس ومشاعر وتريش حق سنة قدام. النشبة ذا يبيك، النشبة. هلا يا قلق، تجي الاستراحة. يا ابوي خش في الموضوع، قول له على الكبسة. اقول لك وانت جاي يا عامر، جيب حبة مندي مع الرز. ابشر بي يا كفتة، يجيك احلى كبسة انت والقعطية اللي معك. مع السلامة. ابوك يا الزحمة. تفضل تفضل، افتح طريق يا اخوان. تفضل. كيف اقدر اخدمك؟ عطنا حبه مندي واربع لبن. حبه مندي؟ ايه حبه مندي، وكثر الرز ها، وحط بصل، سلطه مطحون، ملاعق زياده، صفر، اي شيء زياده حطه. ابشر لعيونك. كفو والله. شرفنا اليوم بزيارة الغالي عامر، وهذه كرامة له وعذرنا على القصور. تفضل حياك الله. كفو والله. سموا يا عيال، سموا سموا. ألو الأخ عامر، معاك مرور الناصرية. أنا مالي دخل، طلبت حبة مندي وهو نزل لي مفطح. أبيك تجينا الحين. أبشر أبشر الحين أجيك. كلوا كلوا يا عيال عادي، دخلني أنا. الرجال يتهمك أنك صدمت سيارته وهربت. قسم بالله ما هربت، هو اللي قال لي ما بي منك شيء، حتى قال لي لو يروح موتر يتالف في دراسك. حضرة الضابط هذا كذاب نصاب، هذا صدمني وانحاش حتى ما نزل من السيارة. وراك قلبت؟ نعم. طال عمرك تسمح لي بس خمس دقائق، خمس دقائق أكلمه شوي. خمس دقائق كثير. دقيقتين. أوكي دقيقتين تفاهموا مع بعض وأنا راجع لكم. اسمع، تنازل ماني متنازل، لا تقعد تقلب راسي. ها للحين صامل ما تتنازل؟ متنازل متنازل ما في منك شيء مرة. لا 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 حقك،
أنا صدمتك واستاهل السجن. أجمل. لا بسم الله عليك لا تقول ذا الكلام تكفى. بسم الله عليك من السجن. طب اسمع، إذا جاء الضابط تكتب تنازل إنك ما تبي مني شيء، أوكي؟ إيه أبشر، من عيني دي قبل دي. بس تكفى عندي طلب، أبيك ترشني رشتين بس عشان أروح البيت والحرمة تحبني. قلب علي ما أدري إيش فيها. قلب عليك؟ إيه والله. لا 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 حرام، ما تستاهل صراحة. خلاص وقع التنازل وأعطيك الرشتين. أبشر يا روحي. طال عمرك خلصنا. صباح الخير، وين الفطور؟ قصدك مساء الخير، باقي شوي ونتغدى وانت تسأل عن الفطور؟ وش تعلميني بهالثور؟ يسهر بالليل وين بالنهار؟ معليش كنت بصحى الصبح ولعلها هجت معي وتوني صاحي. انت يا بزر قومي صبي لي قهوة. ليش ما عندك يدين تصب لنفسك؟ هي سادزة وانا ما صب لنفسك. انا ماشي مع مبدأ الصغير يخدم الكبير. ليه؟ محرول ولا فيك شيء؟ ايوه شكله محتاج رش رشتين ضبط الامور. السلام عليكم. وعليكم السلام. عجيب والله، وش انت لابس يا مهبول؟ لا ابد، بس فيني حساسيه ورحت للدكتور واعطاني ذا القناع. ميري أبيس شوي. ميري أنا معلوم أنت شيل عطر، عطني إياه بالهداوة علشان ما أفلم بس، أوكي؟ أنا شيل عطر أنت عشان بابا حاتبت على والله لو تتسبحين بالعطر ما تشمين من أبوي ولا ريال. أعرفه ما ينفع معه لا عطر ولا أسلوب. إذا ما أنت مصدقتني جرب يطلبي منه 5000. أها أبو آمر سمي يا خلفهم. أنا أبغى 5000 ريال. والله لو تبين هذا لازيات عارة تمسوا الحصرين. ما قلت لس أعرف أبوي زين، كل شيء ينزل فيه إلا الفلوس، لو بغيبوبة يصحى. الزبدة أنت كم يبيلس وتخلصين بيتس؟ 20000 ريال وتكت عشان أنا أسوي سفر، بعدين أنا حاطك قطر. أبشري بعزز، لس 20000 وتذكرة فوقها. وهذه 20000 ريال. والتذكرة دزيت لك بالوات. خير 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 إن شاء الله. وش اللي مسوي في نفسك أنت؟ رجعت حرب الخليج؟ لا بس عندنا حشرات بالبيت. خذ هذه الربع تولة. الله يخليك لي ولا يحرمني منك. أنا مدري شلون بدونك عايش. مماله. تعال تعال. أنا اللي مدري بدونك شلون عايش. ميري. وصلها معك المطار على الدزة. لا تناظرني يلا. مية ألف ريال أبوك يا السوم البطل. 100000 ريال من يزود يا عيال. أنا أحتاج هالعطر ما دام عليها الإقبال وفي صفقة تجارية كبيرة، ينفع؟ سلامات يا شنبو، أنت جاي تسأل ولا تسوم؟ أنا أسأل. 200000 ريال. 200000 ريال. 200000 ريال. 200000 ريال. 200000 ريال. من يزود من يزود من يزود من يزود من يزود. لو سمحت أنا طالبك يا الغالي، أبي هالعطر، أبي أقدم موعد العملية. والله تعبت. 500000.
800 شوي لو سمحت. خلاص لا تبكي لا تبكي. أبكي. الفلوس تروح وتجي، أهم شيء صحتك. خذها والله يفداك. امسك. لا تبكي لا تبكي خلاص. الله يشفيك الله يشفيك. العطر. وزي ما قلت لكم في أسباب متعددة بناء على شكل الحبة وعلى ماذا تحتوي. في حبوب بتدل على الإصابة بالجدري أو الحصبة، وفي حبوب بتدل على الإصابة بمرض داخلي جوه الجسم، فالجسم بيبعت لنا ألارم إن في انفليكشن جوه بناء على شكل الحبة. فأنا أنصح محدش يلعب في الحبة ولا يعرضها للشمس وبعض الأنواع من الأقمشة لحين عرضها على طبيب مختص. فيك؟ ها؟ لا ما في شيء. وش الصوت اللي مشغله؟ لعد تدخلين الغرفة كذا فجأة، يلا دزيها يلا. مريض؟ وش دراها؟ يمكن شافت الحبة. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. ها؟ ليش الحمد لله على السلامة؟ طالع من السجن انت لبسك ذا. مسوي تذب بنت وجهك؟ كل ولا يكثر بس، كل. ايه لا تنفخ عليه، ما سوى لك شيء. لا يا شيخة، مسوية فزعة انت؟ ما هو بشغله ستطلعي منها احسن لك. يا الله صباح خير. الناس تصبح على خير، وانتم تصبحون على هواش. هذا اخوكم الكبير احترموه. يبا هو اللي بادي. امس طارد من غرفته واليوم هاوش سليمان. بلا بثاره غرفتي ما بيستطبينها، اوكي؟ خلاص على الاقل احترموني انا وابوكم. يلا افطروا. لا تناظر يا بزر انت وياه، لا تناظر. بسم الله. يا جماعه مشان الله انتبهوا من اقل البقوليات، لأنه بتزيد من مضاعفات بعض الحبوب الناتجة عن الحساسية. برضو مشتقات الألبان كالحليب والجبنة والقشطة، الحاجات دي بتعمل مضاعفات وتهيجات، لذلك بنحذر لجميع الناس اللي عندهم الأعراض دي ما يتناولوها. المنبهات كذلك مثل الشاي والقهوة نحذر منها وبشدة نظراً لما تسببه من مضاعفات وتهيجات.